تدري ننسى قلب الدنيا كلها والله ايه والله ايه والله ما تلاقي حب جدي انت ما تدري بدي قدم لك هدية وردة حمرا مخملية بركي بغار من شبابك لونها الخمري نسرق اللون على خدك فصل الدنيا على قدك وارمي هالقمر على كتافك يا حلا عمري الدنيا كلها والله ايه والله ما تلاقي حب جدي وانت ما تدري انت يا احلى صبية في قلبي وعينيا انت زهرة مستحية فتحة بعمري لغدي عجبالي القريبة واطلع ولاك الحبيبة كلي هالفرحة قريبة يا حلا عمري وانت قلت الدنيا كلها والله ايه والله يا ابو السواعد ساعدوا احلى عوايد عودوا يا ابو السواعد ساعدوا احلى عوايد عودوا انسحي عن عدتنا بكرة الزمن بيعود الحلو بعد ولد زنده طري بتعودوا قلبه بري دلوا عدرب المرجلي قهر الرجول عمدوا يا ابو السواعد يا ابو السواعد يا ابو السواعد ساعدوا عبدو ييغي صوت قوي غنى الأدود الحلبية غنى الطرب غنى اللون الشعبي أطربنا بالميجنة والعتيبة والجبل انحنى عصوته بموال الشروقي يا ورد الحب شميتك 800 مرة عشرة المهر عبدو ييغي جبل رفع الطرب للقمة
أبو السواعد ترك الرياضة والمحاماة ودرس الفنون التمثيلية ليحترف الغناء مع زميلته الماجدة باستديو الفن سنة 1973. أسباب بلايا من البنات يعني عد زهر الشباب. ولد عبدو يوسف ياغي ب 6 شباط 1950 ببلدة الحدث بيروت. نشأ بين أفراد عائلة مليئة بالأصوات المميزة، هو اللي احترف الغناء ومن صوته بس قدر يشتغل ويأسس ويعمل عائلة جديدة بالعام 1987. واليوم انتو عيوننا وانتو القمر. بالعام 1975 بدأ التعاون الفني الكبير بالمسرح بين عبدو ياغي وروميو لحود، وشارك البطولة مع الراحلة سلوى الأطريب بأربع مسرحيات: سنقف سنقف، هرب شاهين، بنت الجبل، وياسمين. ليلى 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 عين، يا نجم قديم يا صوت جديد. مثل عبدو ياغي ببرنامج ساعة وغنية مع الأخوين رحباني، وشارك وليد توفيق وناهد شريف بطولة فيلم السينما الدنيا نغم. سهر الفتح ضبطنا ملوا الكاس قوموا يا ناس. حوالي 70 غنية برصيد عبدو ياغي. يا بسمي حلوي بوجه الويل ليلى يا ليلى يا بنت. اليوم بال 2013 عبدو ياغي مستمر على الهدى، العمالقة صوت ما بيركع، واللي غنى وحدي أنا والناس، الناس بتحبه وبتسلطن وحدها على صوته. عبدو ياغي اسم الله عليك، بعدك ملك المسارح، فيك البركة، يعطيك العافية. وبعد الغناء مرجلة يما صار اسمه شي تاني؟ لا، الغناء صار فن وحضارة، لأنه بعتبر أنا الفن من حضارة الشعوب، ومفروض نرفع اسم لبنان برا بكل شي عم نعمله من فنون. أنت مش من الناس اللي اعتكفوا أو تراجعوا أو قالوا الساحة بطلت لقلنا ما بدنا نشتغل، أنت لا؟ لا لا لا، والدليل على ذلك انه مش شايت بنتي بهالخط كمان. هيدا شو دليل ايمان على انه الاشياء الحلوه بدها تبين لو قد ما صار في دليل ثقه بلبنان، ودليل انه الموهبه اللي الله بيعطيها للانسان حرام يطمرها، مفروض يغنيها بالعلم والممارسه تتوصل حلوه عدينة الناس وترفع مثل ما قلت لك من اسم لبنان جوا وبرا. ناطرينك بكل أعمالك الجديدة، مبسوطين فيك كتير الليلة. عبدو ياغي راجع على المسرح حضرتك بقوة، وكمان روميو لحود راجع على المسرح، راجعين سوا يا ملأ. أنا بمسرحية اسمها فرنج برنجي للأستاذ جورج تابيت على مسرح الحكمة، منبلش أول موسم. نعم. فيها شغل حلو كتير مع شباب وصبايا من بعبدة. إن شاء الله أنه نحن بلشنا فيها ولا وقفنا بالصيف لأنه شو، وإن شاء الله هلا بتشرين منبلش فيها عن جديد كمان. الله رب. لما بقول لك روميو لحود عنده مسرحية شو بتحس؟ أستاذ روميو أستاذ أنا بحبه كتير، إن شاء الله أنه أنا بحب كتير شغله لأنه إنسان كبير، وكتير أنا استفدت اللي منشتغلت معه لأنه علمني كتير إشياء كنت بجهلها. وفي موال هيك كان كتير عبالك تغني لنا إياه الليلة، صح؟ يلا لعيونك. أستاذ لبنان تحية لك. نهوان سيبي مولو معروف. الكنا إلو ما عاد حارقنا، دور فك وراحت الحمي ما عاد إلنا، للهوى همي والتلج نايم عم فارقنا. عقلنا وضوى قلبنا المجنون، وتموز ودعنا وإجا كانون، ما عاد نرشد عالجمال عيون، وعالحب نكسنا بيارقنا. إيه 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 إيه.
على قلب في عنا بقى ولجنا ولا قناري نقود التفاح عمرنا مثل الحلم كيف راح وعينا لقينا الدهر سابقنا الله الله منوع منلاقي الدهر سبقنا استاذ جسلم صوتك وتمك وناطرينك بكل اعمالك الجديده ونحن مبسوطين انه شفناك وعصرناك وسمعناك باعمالك الجديده والقديمه سوا اذا سالتك اخر سؤال تفضل انت بطل المسرح اليوم مين بطل المسرح في كثير اصوات حلوه وكلهم له مستقبل وطالما البطون تحبل وبتخلف بضل يخلق أصوات حلوة بس بتمنى أنه يحافظوا على المستوى الكلمة اللبنانية وطالما ما عطيتنا اسم يعني ما في شيء هالقد عجبك لا في كتير أصوات حلوة بس ما بدي أسمي لأن في كتير أصوات حلوة بس بتمنى عليهم أنه يحافظوا على الكلمة اللبنانية لأنه نحن مسؤولين عن هالتراث الحلو هذا شكرا أستاذ عبدو ياري شكرا لك